مثل ما قلنا ممكن نجري إجراء تعديلات على الصورة، إذا اخترنا مثلا إطار معين من هني مثلا اختار هذا، ممكن اختار أيضا حدود لون معين للحدود مثلا، ولا اختار هذا اللون، تأثيرات للصورة مثلا من ظل أو مثلا نختار هذا، أو مثلا توهج. إذا هذه هي التنسيقات على الصورة مثل ما قلنا. تنسيقات الخط، تنسيقات الخط ممكن نسقها من الصندوق أو المربع الصغير هذا بدل ما نروح صفحة رئيسية ونختار، يعني مجرد ما نحدد يطلع لنا التنسيقات، نختار مثلا الخط، تغيير الخط، سوري، نختار الخط مثلا هذا ونكبره مثلا، لو مثلا نبي نرفع هذا نستطيع طبعا التحكم بالمكان أيضا النصوص. عند عرض البرزنتيشن نستطيع التحرك بين الشرائح، بدال طريقة النقر نقدر نخلي زر في الشريحة هني بحيث مجرد الضغط عليه ننتقل للشريحة الأخرى، كون هالبرنامج كون هالشرح هذا للصف الثالث ابتدائي حلو إنه يكون مشوق. فبداية راح ندرج شكل اللي هو من صفحة مثلا من صفحة ممكن من أشكال هني، إدراج، توبيب إدراج، أشكال مثلا نختار السهم هذا ونرسمه هني بأسفل الصفحة، الضغط بزر الفار اليسار مع السحب راح ينرسم. الحين شلون أخلي أحوله إلى زر؟ هو الحين مجرد شكل، ما هو الإجراء اللي أقوم عليه حتى يكون زر من إدراج؟ هم بعد نجي عند ارتباط، أول شيء نحدد الصورة، سوري، من تبيب إدراج، من مجموعة ارتباطات، إجراء، راح يكون عندنا إجراء عند النقر بلا، وفي زر ثاني اللي هو ارتباط تشعبي إلى، نضغط على ارتباط تشعبي إلى ونختار. نبي عند لما نضغط على الشريحة تودينا لأي صفحة، هل الشريحة سوري أي شريحة، هل الشريحة التالية أم الشريحة السابقة أم الأولى أم حتى نضغط على الشريحة كلمة شريحة فقط وتطلع لهني جميع الشرائح، نختار شريحة معينة، نختار الشريحة الثالثة. وأيضا ممكن نحط صوت مثلا تشغيل صوت، عندنا مجرد ما نضغط على هذه القناة المسدسة راح تطلع لنا عدة أصوات، مثلا مثلا نختار انقر فوق وموافق. لو نلاحظ هني مجرد العرض، عند استخدام العرض هذا لاحظوا عند المرور على المفرد المثنى لاحظوا زر الفارة سهم، لكن لو نمر على سهم النقر راح يتحول إلى يد. لو نسمع حتى الصوت، سوري، ندرج مثلا شريحة ثالثة ومثلا نكون نخلي مثلا نبدأ بداية القصة اللي هو مثلا أبو يوسف، نجار ماهر، نجري التنسيقات. طبعا عند التراجع عن أي غلط مثلا نضغط على هذا السهم اللي هو تراجع، مثل ما قلنا نجري التعديلات اللي هو من تبويب تنسيق، نختار مثلا هذا أو هذا التبويب، نجعل الكتابة بالتنصيص،
من زر تنسيق، نختار مثلا هذا. ممكن حتى التحكم في هذا المربع، الصغرة مثلا، ندرج صور، نقدر ندرج صور من الأيقونة. شوف نقدر ندرج صور، صور إنترنت، فيديو، سمارت آرت، مخططات جداول. نبي ندرج صور، صورة أبو يوسف، النجار أبو يوسف مثلا، نقدر نجي تعديلات عليها مثل ما قلنا، تكبير وتصغير، ضغط مثلا ضغط بزر الفار الأيسر مع السحب. إدراج صورة أخرى، إدراج صور، الخشب، لو لاحظ الخطوط المنقطة اللي تظهر لنا، اللي هي تساوي الحدود بين الصور. إجراء بعض طبعا التعديلات على الصور من إذا نختار هذا التأثير، تأثيرات الصور مثلا نخليها توهج خفيف، الصورة أيضا الأخرى نختار هذه، نختار مثلا توهج أيضا. ندرج الشريحة الرابعة زي ما قلنا، إدراج في إدراج أو صفحة رئيسية، شريحة دي نضغط نختارها وتكون الشريحة فارغة. إذا نبي نكتب هنا، ندرج مربع نص من قائمة إدراج، من تبويب إدراج نروح مربع نص، نكتب كليك ودراج طبعا، نكتب وامرأته أم يوسف خياطة بارعة، خياطة بارعة. مثل ما قلنا من المربع هذا الصغير نقدر نتحكم بالخط، نخلي مثلا اندلس، توسيط، ممكن غلظة، ومن التنسيق أيضا. ممكن بكل بساطة إذا أبي التنسيق هذا يكون مثل الشرائح السابقة حتى يكون هناك جذب للطلاب، الصفحة الرئيسية نضغط على التنسيق هذا، نضغط على أداة نسخ التنسيق من توبيب الصفحة الرئيسية، نروح الشريحة الرابعة نضغط عليها لصق. بكل بساطة لأني هذا الحين العرض راح يكون متكون من 4 إلى 6 شرائح للصف، لا بد، لكن إذا بسوي شرائح أكثر عددها هذه الحركة راح تكون سهلة علي. سوي إدراج صورة، إدراج صورة مثلاً، إدراج ممكن أزيد خياطة، شرط ممكن خياطة صغرها حتى وفي تناسق بين الصور،
مثل ما قلنا التأثيرات نبدأ الحين نحط إضافة نبدأ إضافة الانتقالات الشرائح أو اللي هي حركة دخول وخروج الشريحة الأخرى من تبويب. انتقالات مثل ما قلنا هذه جميعها انتقالات الشرائح. لو نضغط بعد على السهم حيطلع لنا أكثر. في عندنا مثلا التمشيط، في عندنا مثلا تكبير تصغير، في عندنا عندنا هذا كمان. فلنختار مثلا أشرطة، وفي إذا مثلا ما بي انتقالة معينة أضغط بلا معروفة. مثل ما قلنا اخترنا أشرطة، في خيارات التأثير اللي هي الأشرطة اللي بيها عمودي أو أفقي. في بعد هل الصوت اللي قاعد نسمعه ممكن نغيره، ممكن نخليه مثلا تصفير أو نسوي معاينة. هذه معاينة مثلا نخليه أجرس. مدة الحركة نزيدها شوي، خليها مثلا اثنينة. شوف راح تكون بطيئة، كل ما علينا الرقم كل ما كانت بطيئة، كل ما نقصنا الرقم كل ما كانت أسرع. وممكن هذا الانتقال نطبقه على تطبيق على الكل، على جميع الشرائح، أو إني أمشي على شريحة شريحة وأختار. وطبعا الانتقال هذا أما إني أخليه عند نقرب الماوس، أو إني أخلي له وقت معين. فهذه الشريحة الأولى راح أخليها عند النقر بالماوس. ننتقل إلى الشريحة الثانية. الشريحة الثانية بعدها من نختار لها كاش بطيء جدا، نختار لها الكاش. بس طبعا بطيئة حركة الكاش، ممكن نغيرها نختار مثلا ثاني. نخليها مثلا أسرع شوي واحد، نخليها من بعد أجراس، لكن ما نخليها عند النقر بالماوس، لأني أنا مسوي هني إجراء. فإذا حطيت نقر بالماوس فما يكون الزر هذا ما له فايدة، فالأفضل إني أشيل عند النقر بالماوس. ننتقل الشريحة مثلا الثالثة، ومن بعد نختار لهم طريقة معينة. طبعا ما فيها زر، خليها عند النقر بالماوس أفضل، خليها كلها مثل الوقت أحسن. واحد صوت جاز، أما هني بعد مثلا وخليها وقت جرس عند النقر بالماوس. طبعا هذه كانت هي طرق انتقالات الشرائح. لو نبي نشوفها ونتأكد نضغط على هذه الزر اللي هو عرض الشرائح ونشوف. طبعا إذا ضغطنا على الشريحة راح يبدأنا من الشريحة المحددة، لكن لو نختار من البداية أفضل. هذه الشريحة الأولى، طبعا الشريحة الأولى كانت عند النقر، تحرك الشريحة الثانية فنضغط. الشريحة الثانية مو عند النقر، مجرد المرور أو الضغط على هذا الزر اللي هو الإجراء. هذه الشريحة